داود يا الكسور دو هذا وركي قدام بي ورباه انت على سيدة ميديا حوجة حساسة أيام كلو وداقي فضلا نلجوك سبسكرايب على سيدة سومالي تي في إيران أو شاعي سي خساره سوغاري كدب ساكي وير علوس أو يهود أي كو قادين دل كاسي إيران إيران أيا كود واقضي إن لبا أسكري أو كليا هل كاسي أي كي غيريودين إسلام مرأهان تاسين أي دونيان إن أي أيغا مركو دين الدقادة أي كدقان يهود يهود أو مركان الدفاع عدد غشي هسا أهاتي موقال الله صوبان ديغا أيا شيغيا إيران أو حوودي إذا إسكد دفاع دي إسلام مرأهان تاسين مريكان كي يهود أي كوة تاغيرسان أيا الله يابي سيدي إيران دفاع علوس أو غشي أما با قلبك الدفاع هودا أيا سي سحا أشقيي إسلام مرأهان تاسين ديغادة كدقي مدافيع دي إيا ديارة دي أي سوري دين أرركا سهيوني يدا إيران أيا شاكت اللبا كميد أهي عيدا مدى إيران أيا كشهيدة إسكا عابنتي ورردي يهود أي كسو قادين مقالة تهران أي حرونتا إيران عيدا مدى إيران أيا حقيجي شهيد نمدى اللبا أسكري وكتير سن عيدا مدى كواسي أول ديلي حلي أي إسكا عابنة يين ورر أي إسرائيل كقادي غوبا ملتري أو كيالا إيران ساعده هور أي صبحن مدى مانتا أو سبدي أه بيان كا اولا سيد داية ساعدو كدب ورادا ايا لغو حاقيجي ان لبا اسكري اي نفتو دا كوايين ايغو دفاع ايا دولكو دا ايران عيدان كاني ايا بلان قادي ان سيدا اوغو نقصها بادن اي اصو بندقي دونان حوغو ديري اه او كو سابسن دا عدداني اسكرتان ايا مقاعيدو دا لغو كلاشيغي همسي ايا محمد مهدي اسرائيل ايا صبحنمدي اهوري ايمانت او سبدي اه كو نواقضي ان اي بيكسادين غوبا عيدان او كويا لدالك ايران موقالو اي قادين موادنين تا ايران ايا موجينيا ندام كا دفاع اي دالكاسي او كهور تاقيا مدافع دا اي سوري دين يهود اسلامر اهان تاسيني هودا كدوبانيا وحالا اركي اي مدافع بدن او كجرا هودا ايران اسلامر اهان تاسيني برتو دا لغدو قينيو سفي عن اي اشقيين ندام كا دفاع اي دالكاسي ويرداني ايا للابكس دا قوبا كويا لقوبال كا تهران خصيصتن إيه إلمن إيران أيا شيكتي إن ويرر كاني أو جيستي خسارة كوبان إسلامر أهان تاسيني وقصب إني كفل عليان أما با أيكا أرسدان يهودا سيكستبها أهاتي صبح نمدي هور إيساكي أيا ويرر حوغن لغو قاضي دل كاسي إيران جيستك لإيران وحي شيكتي إني حق الليذهي إن أي سي شرعي أي سيكت دفاعدو قردرد يهودا وزارة الرماها دبادة إيران أيا عمباري سيفي علادة قردرادة أهي مامولك سهيونية دا أي كقادين حرومة عيدان أو كيا لدالك إيران إيادو كتل مامتاي حد قدو برير أهي أو كدن أهي شرعيغ عالميغ أهي إيا أحديغ قرامد مدوبي بيان أي سو سارين مانتا أيا لغو شيغي إن جمهورية دا إسلاميغ أهي إيران إيادو كباقي سحق أي أولايا دهي إنا إزدفاعدو سيدا كعاد قضبك كو إيا كنتنات أحديغ قرامد مدوبي أي آمسان تهي إن أي حق الله دهي أو أي واجب كو تهي إن أي كجوابتو فلالك ششاية إرقر درد يهود بيان كاني أيا سيدو كالإفتي منيا إن جمهورية دي إسلامي غاي إيران إيادو كاقو أن إن أي كفا إذيستو دمان أغب كالروحي غاه إيو قرش كا إيران أي كو إلالي نيسو أمان كيدا إيو دنه هيدا مهيم كاهي أي ويلي غرانيسو مسؤولية دا كسارا نبادا إيا حسيلوني دا قوبالكا وحي اوغو باقي سار دامان دلالكا قوبالكا إن أي أقونسدان واجبات كودا الشخصي إيو مدنمو إيا إلالين تا نبادا إيا أمنيغا وزارة داري مهدي بادا وحي كوعلي نيسا إن إيران إيا دا أو حسوسي نيسا ودن كستا أو حوين كا واجبات كودا هوس يمادا قرامد مدوبي هشيسكا كهرتاقا إيا عقابتا دنبية دا حسوقا إيو أحدية جنيفا إيكون سقال بقول أفرطان يساقالكي وحي كبوري نيسا دقدق إيو ودجر تلاوة كدان أهي حد قدوبك أي سوقادي إي شرعي الدرادة أهي يهودة إسلامر أهان تاسيني حق أيي أولايدهي إن أي كجوابتو أيا لويري بيانكا سيكستبها أهاتي إسرائيل أيا كفانتي إن أي نور ويرر كقادي حرومة عيدان أو كيالا دالكاسي إيران هسا أهاتي إيران أيا صوبان لكت موقالو لليابة إسلامر أهان تاسيني حبك الدفاع ستوس أولا دقالمايا وحي أي صوتورين يهودة إيران قدال وحاكة تاغن dalkaasi ruushka isla mar ahaantaasina nidaamka difaaca ayaa hadda waxa la leeyahay waa nidaamka difaaca ugu qatarsan ee hadda Iran haysato yahooda ayaa la yaaban waxa ay tuureen intooda badan hawada ayaa lagu dubtay qaar yar ayaa dhacay geesta kale hadii aan eegno Soomaalida Saciidani oo dab ku sii shiray xiisada Jubaland iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo maanta khudbad ka jeediyay furinta kalfadhiga konton iyo shanaad ee golaha wakiilada Puntland ayaa dab ku sii shiray xiisada siyaasadeed ee ka taagan dalka gaar ahaan khilaaf u dhexeeya dawlad goboleedka
جوبلان هي الدولة الفدرالية الصومالية أحمد مدوبي حسن شيخ محمود سعيد دنيا أيها تاجر وين أموجي أحمد مدوبي وحنا شاعك قاضي إن جوبلان أي قرب يقاشان ونقونيسو دولة جوبلان كجوبلان أو هاتان أي إسهايان دولة الفدرالية الصومالية كان عروتي إن أي كقيب قشو شركة وضا تغشي قرنكا وحاو يري وحا ربائنا هل كان كعدي إن قرب يقاشان أو أهي جوبلان أو قوستي إن أي دور الشدي إذا سيدة الشرعي إيا النظام كو ياهي كو قبسطو وحاو كبورينا يا قدقة دورشة جوبلان إن أي قبطان دورشة جوبلان أيو يري مدحوين الدني سيدوك الوحو صوحد القاضي أرمها دورشوي كإيا الدودة كتاغن وحك بدل كتستوركا إساقا أو تلمامي إن دولة فدرالك صوماليا أي سن أود دستوري أهولهين إن أي فرقليس دورشوي كدعا يمامو القبلي ديدا سيدوك الوحا ويري مدحوين حسن شيخ محمود مساجد دادا أيو كقود بينيا إسلامر أهان تاسنه وحا أودونيا إن دورشا قف إي عده أو آنان بدلان كميد أهين إنو قبصدو geystiga madaxweynaha Jubaland Ahmed Madobe ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Kismaayo kadib safar uu ku tagay dalkaasi Kenya safarka Ahmed Madobe oo qaatay hal maalin ayaa yimid kadib markii maalmo ka hor uu madaxweynaha Hassan Sheikh Mohamud safar ku tagay Kenya uu ka codsaday madaxweynaha Kenya William Ruto inuu dhaxdhaxaadiyo isaga iyo madaxweynaha Jubaland Hassan ayaa Ruto la wadaagay doonistiisa inuu Ahmed Madobe dib ugu soo laabto shirka golaha wada tashiga qaran oo todobaadkan ka furmaya مقالة مقدشة إسلام أهان تاسنة لدونية إن قضب مهيمة لغا سوسارو أحمد مدوبي أياشالي مقالة الدوريد كلاكولمي مدحوينها كينيا أحمد مدوبي أو شروط أدك هردقي روتو سيو أقول لابتا شركاسي إسلام أهان تاسنة وحاو ربا أحمد مدوبي إن دورشو أسيقا أو قبصدو دولة فدرالك صوماليا أيسان سو نحقلين سيدو كالي حسن شيخ محمود دالك هديو كقبان يدورشو قفي عود أه ay ka qayb noqoto budland asaahate budland iyo jubaland ayaa hadda isgarabsanaya madaxweynaha jubaland ayaa waxa kale uu ku dhagan yahay gudiga doorashooyinka ay noqdaan laba heer mid federaal iyo mid maamul goboleed isla mar ahaantaasina dawladda federaalka Soomaaliya ay banaanka ka joogto tan ayaa si adkeynaysa in Ahmed Madobe uu ku soo laabto shirka golaha wada tashiga qaran oo loo balansan yahay maanta inay isku yimaadaan ama isku soo laabtaan madaxda dawlad goboleedada iyo gobolka Banaadir isla mar ahaantaasina warmurtiyad laga soo saaro si kastaba ha ahaatee Ahmed Madobe Kismaayo ayuu ku soo laabtay ma uusan imaanin maanta magaalada Muqdisho